ندى الهاشمي فنانة تشكيلية منظمة معارض فنية. هذا المعرض نغمة الفن يضم 11 فنان بواقع 13 عمل فني. الأعمال كلها تميل إلى المدرسة التجريدية. كان عملي الفني سيلبريشن سميته، الفرح البهجة، يتزامن مع أعياد دولة الإمارات بالعيد الوطني. وكانت هذه العمل الفني هو اللي جسد فرحتي بهذا اليوم العظيم. وإن شاء الله كل عام والإمارات بخير ودام أزه الإمارات، وإن شاء الله المعارض متلاحقة ودائما متواجدين على الساحة الفنية، ودائما إحنا الفنانين رسالتنا هي إضافة جمال إلى هذا العالم، رسالة محبة وسلام. شكرا.